جامعة ألفا فرعيد أي كلها هاي دقمة الشيخ أيام ما أنت مناسبة سبوتنا وقبتي دفع دي وجوه رئيسي كقلن شبيسا غيب تيد دقمة الشيخ مناسبة دن أو ساكا كقب صنتي دقمة الشيخ أيام وحا كسو غيب قلي ما يرك دقمة الشيخ بران عبد الله عبسية ما يركو حيجين كام مسؤولين تا لا مه الدولة دا دقمة الشيخ ما ملك جامعة دا حلي بانو يمرت الشرف كلو آدو تيرا بدن وحا نوغورين هالكاسي هذا الكسو تشيدي اسلام مركانا كحق بحيي دفع دن كقلن شبيسي جامعة عدى ألف وفرع كل ذا هيد دقمة الشيخ ما ملك تام عدى ألف هيد دقمة الشيخ. حملي ذا كوبات سيو أردي دفع دي كوبات كغل تبي كم بس كشيخ أو تردو ذا إدن تاهي لبعتنا أردي كلا كوبان لبده كل ذا ذا كلا نيرسين يملوي فري أو أها مر كهرة دبلوما هل سنة أو أبجريد إننا أنو تام عدى ألف أو قلاتي وقت يودي أور وقت يودينا. سيفي عن وقصو مقرس وقصو بحي سدوا كلنا نقضي هالابور ب عديو الرئيسي الشيخ قال انت بيسا تم عدى ألف أي كوب الأوضو وحنا تستين وح سهلا معها وح قرال لق سمية ويا رنتي أدبا وما هتسنتهين إن وضد يضبها وتحران رنتي وحد مدنتهين إن ليدي صعبية صعب حوجن مسؤولين هذا ترى بدنو هالكاس هذا الكيس قد دبا مريء يا كحق والرمي باهيد اللوق بي إلا هلو لباتنا أرضي أو عافمات كايا يسوى بحان دقمة الشيخ إينا وحوي يمكتر دونان عافمات كدقمة الشيخ أوه رأيو ما عارك دك ما ترونتي وانو فرحاد إنان هالكن دي كلاس وقايب قلنو ما أرضي كم بزق الشيخ كم بحايا لقايب سنو فرحاد دا أنا بصبت دي عملي حلاتكي بشا حفلة دي وينيد كو قبناي برعو سيجارة إن هالكن لو أبو مامو صار روتي أذن وفرح سنة هاي سلا واحد مركي تام عدا روتي قيمة شيخ هالكن لقى فري ما شاء الله ما أنتوا حنركنا مريه كسوق عاي واحد الصوت ده اللي قلي أنا بشوفه اللي قلي أنا روتي وحي عشان هرمر أما محصول بروتي كسبها وأنا هم بليين يا أرضا ده الكدر إمتى ده يسوع ده روتي يوقت يدا عدك أي سامرين؟ وحنوما هالنقيا. أرضي دلباتن كا كقلن تبيس كا عد ألفا قيم تدان عافيمات كا أول بيجو بده خاطيرها ما تنسي كل رصدي. وعند سجارة وهم هالعين اللي لبيه توه كابلوت. أي سوهر فديا أما سوي كودان كا كم موضوع وايو هابلوه. هابلوه ددال بده بيسوس ميين إنهم كوه حلقي أباين وشانسية كلا هل هلا لكن هابلوه. iyo caafimaad kii gurigii hawo shoodi bixoogta ayaa dadka jaamacadii mar labaad digrii ku qaateen aad iyo aad baan hablaa ugu mahadnaqayna dhamaantoodna waxaan wada mahadnaqayna maamulka degmadeena oo mahadnaqayna maamulka jaamacadda ee gudoomiye Cabdiqani ugu horeeya maxamed Cabdiraxmaan ku xigo mas'uuliyiintooda ugu sareysa ilaa Cabdiraxmaan Maalbeen oo mahadnaqayna waxaan mar labaad u mahadnaqayaa jaamacadda Alfa oo inoo suurtagelisay inaan xafladan isugu nimaadno arday badan oo reer sheekhana ay halkan ka soo saarto jaamacadda waxbarashada qaybta caafimaadka ee 20 ka arday ee halkan ka qalin jabinaya ayuun baynu maanta hambalyeynayna jaamacadana oo mahadnaqayna ee waxaan filayaa idinku caafimaadka markii horeba ka shaqeynayay mar hadii aad degree la qaadateen inaan waxtarka ay leedahay digriigu uu leeyahay waxbarashadu leedahay aqoon la korsaday ay leedahay soo shaqaale u badnaydeen markii dhowraba waxa faa'iidanaha ka muuqato isbitaalada iyo xarumaha kale caafimaadka ee degmada sida suuq sadawla tilmaamay inay kaga jirtaan MCH-yada iyo isbitaalka labadaba saddexdaba inay ka muuqato ayaan idin ka rajaynayaa oo kuwa kale ay ka dhinayda aqoontana si ay ugu dhiiradaan oo berita ka maalinyaguna u galaan koorskana qaadateen waxaan idinka rajaynayaa inaa wax tustaan oo idinku daydaan taa waxaan leeyahay ardayda gabagabadii munaasabadaasina halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadaasi waa Faisal Aadan Ismaaciil telefishinka qaranka Somaliland degmada Sheikh